البامبل نمز. اليوم البامبل نمز سيعدون ماكرونة بالجبن الشهي، ولكن ما هو مكونها السري؟ 6 من عجلات الجبن السريع. ها هم البامبل نمز يتجولون وينتظرون عجلات الجبن السريع لتخرج من الحظيرة. إنهم متشوقون للإمساك بها، صحيح هامبل وستامبل؟ يام يام. صحيح جرامبل؟ 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 يام. إيها، يبدو أن عجلات الجبن السريع تستعد للانطلاق بسرعة. أتعرفون ما معنى هذا؟ يعني أنها جاهزة لتعد بها معكرونة بالجبن الشهي. يام. تذكروا بامبل نمز، عليكم أن تجمعوا 6 عجلات من الجبن السريع. مطاردة موفقة. يام. واحدة كانت مطاردة ممتعة هامبل. يام يام. اثنتان، حركة سريعة جرامبل. يام يام. ثلاث، أربع. يام يام. يام. خمس، بقي أن تمسكوا بواحدة فقط. لقد قمت بعمل رائع استانبول، والآن أصبح لديكم 6 عجلات جبن سريع. يمكنكم تحضير معكرونة بالجبن الشهي. هيا لنأخذ عجلات الجبن السريع إلى المطبخ. يم. كدنا نصل أيها البامبل نمز. ها هو المطبخ. أهلاً بكم بامبل نمز، يا لها من جولة. والآن ألديكم 6 عجلات من الجبن السريع؟ يوم يوم. إيها، والآن بعد أن أصبح لدينا المكون السري للمعكرونة بالجبن الشهي، حان وقت العد التنازلي للتحضير. عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد. إيها، البامبل نمز، لقد نجحتم. إنها تبدو شهية جداً. يبدو أن الجبن قد سال على فمكم من شدة لذته. أعتقد أنكم بحاجة إلى مناديل إضافية.